يا ابني بطل قلق بقى، ما انا عمري سامحتك. اه يا عمي بقى يعني ده وقته كفايه يا جماعه، ده وقته. ما لسه في وقت يا علي، احنا نازلين بدري عن ميعاد الطياره، هتروح تقعد في المطار لوحدك يعني؟ هنشوف حاجه في الكافيه نشربها. اطلبوا ايه؟ انا هخش اطلب من الويتر. احنا لسه هنطلب ويتر، احنا هات اي حاجه تجو، انا ما هتاخر. طيب تجو هطلب الويتر برضو. انا هخش الحمام ولا اجي معاكي؟ انتوا هروح وهاجي لك. انت رحت قعدت في المطار لوحدي يعني؟ انا وانت اتعلمنا من اللي حصل، وعشان انا اتعلمت انا عارفه كويس قوي ان دي اخر فرصه انا وانت نقدر نتكلم فيها مع بعض قبل ما تبعد خالص. انا بعترف ان انا ما غلطتش لما اتمسكت بالفرصه اللي جات لي، وانت كمان لازم تعترف ان انت اتعلمت لما بعدنا عن بعض. بتقلي ان انت اتاكدت ان حبيبتك مهما كانت فين او حواليها مين، هي تقدر تخلي بالها من نفسها كويس، لانها محميه بحبك يا علي. انا كنت فاكره ان احنا لما هنبعد عن بعض ان انا هعرف انساك، بس اللي حصل العكس. انا اتعلقت بيك اكتر وكنت بحبك اكتر، لدرجه ان انا علشان ارجعك كنت هضيعك مني. عارفة ان الطبيعي بعد اللي حصل ما بيننا ان احنا نكون خلاص خلصنا، بس انا مش قادرة اشوف ده، مش قادرة اشوفنا مش مع بعض. حبك حياة وعينيك بتمليني، قلبك ملهوش زي. ثانية واحدة. ممكن تلبسني دبلتي اللي أنا عمري ما هقلعها لحد ما أموت. بحبك أيوة ولازم أقوله ونفسي أسمع هنا أكتر. بحبك ومهما عمري طول لا ممكن حبي يتغير. ها هتتجوزها ولا لأ؟ لا إنجز، إحنا هنفكر هتتجوزها ولا مش هتتجوزها. ماما حطي على السبيكر وقولي لأم الحسن يجي يسمع حالا. إيه خبطتوا العربية تاني؟ يوم عربيه ايه بقى؟ امال حصل ايه؟ علي ما لحقش الطياره؟ لا في ايه يا اولاد، ما تقلقوناش. ما تخلصوا وترد. طنط انا عايز اتجوز اروى، ممكن؟ نعم، ايه التهريج ده؟ ماما انا مش هتجوز حد غير علي، ماشي يا انكل حسن؟ ها بقى ردوا يلا. لا طبعا مش موافقين. بحبك انا كمان. مبروك، يبارك فيك يا حكيم.